بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين أصدقائي متابعي قناة تكفون سات. أهلا وسهلا بكم في شرح جديد ومفيد كالعادة إن شاء الله. إذا كنت من الزوار الجدد للقناة تبخلنا بالاشتراك والضغط على الجرس ليصلك الجديد من الفيديوهات المميزة إن شاء الله، وانضم إلى أسرة تكفون سات. فيديو اليوم سوف يكون عن كيفية مشاهدة كأس أمم أوروبا 2021 وكوبا أمريكا بالتعليق العربي. كما تلاحظون هنا فأنا أستعمل القمر أوتيلسات 3، فهناك قنوات اليونانية ناقلة لجميع المباريات كما كأس أمم أوروبا وكذلك كوبا أمريكا في نفس التردد ونفس الشفرة للقنوات اليونانية. إن شاء الله سوف نضيف طريقة لمشاهدة جميع المباريات بالتعليق العربي باستعمال هاتف آخر. كما سنلاحظ هنا سوف أستعمل الهاتف الثاني و راديو ميكسلير، فهو يعد من أفضل الصوتيات الموجودة على التطبيقات لمتابعة المباراة بالتعليق العربي. إذا أصدقائي سوف نحتاج هاتف وكلي اليوس بي بالنسبة للأجهزة العادية التي لا تدعم التايم شيفت. إذا أصدقائي كي لا أطيل عليكم سوف ننتظر بداية الشوط الثاني من مباراة إسبانيا والسويد لنطبق هذه الفكرة إن شاء الله لمتابعة جميع المباريات بالتعليق العربي وكذلك مباراة الأرجنتين وتشيلي في نفس اليوم على القنوات اليونانية على قمر أوتيلسات 3. إذا لم تقم بالتقاط هذا القمر فابحث في القناة على كيفية التقاط قمر أوتيلسات 3، فالفيديو الأخير تحدثت عن كيفية التقاط قمر أوتيلسات 3 مع أنليسات بطبق 90 في وسط المغرب. يمكنك استعمال طبق 80 سم لالتقاط هذا القمر ومتابعة جميع المباريات مجانا بدون عناء وبدون أي مشاكل. إذا أصدقائي تابعوا معي هذه الحلقة، بقوا معنا. إذا أصدقائي متابعي قناة تكفون سات سوف نطبق هذه الفكرة مع بداية الشوط الثاني من مباراة إسبانيا والسويد. أول شيء سوف تذهب إلى جوجل وتقوم بتحميل تطبيق ميكسلر. سوف أضع لكم رابط تحميل هذا التطبيق في الوصف أسفل الفيديو. سوف نضغط على ميكسلر هكذا ثم نفتح ليستين ثم أيقونة الصوتيات الموجودة على التطبيق. كما تلاحظون فالعديد من الصوتيات، سوف نختار راديو أشرف مباراة إسبانيا والسويد حفيظ الدراجي، فهي الآن مباشرة على القنوات اليونانية. كما سوف تسمعون هذا تعليق حفيظ الدراجي. سوف نضع الهاتف جانبا ونستعمل اليوس بي. من الأحسن أن تكون سعة اليو اس بي المستعمل 60 جيجا 64 جيجا، فهذا 8 جيجا. أنا وضعت 64 جيجا في جهاز الاستقبال. سوف نستعمل الآن الريموت كنترول لتعديل الصورة مع الصوت لتكون مطابقة ما بين الصورة والصوت. سوف نستعمل التايم شيفت، فهي موجودة في الريموت كنترول. سوف نضغط على نعم ثم ننتظر. إذا سوف نقوم بالتركيز مع الصوت لنرى الصورة هل هي مطابقة مع الصوت، ويمكنك توقيف الصوت هنا في التايم شيفت ريموت كنترول حتى تكون الصوت مطابقة مع الصورة. أتمنى أن تكون الصورة والمباراة يعني ليس فيها حقوق طبع والنشر، فإذا كان فيها ذلك فالفيديو سوف يخوض إنذار أو يقوم بحذفه. سوف نقوم بتوقيف الصورة الآن ثم نقوم بتشغيلها حتى تكون الصورة مطابقة مع الصوت. سوف نرى المحاولة التي فيها تفاعل المعلق.
فهي قريبة الآن لتعديل الصورة. كما نلاحظ الآن ربما أن الصوت مطابق مع الصورة كما سنلاحظ هنا، هي فرصة كما تلاحظون الآن الصورة مطابقة مع الصوت أصدقائي. فهي طريقة سهلة جدا لمتابعة المباريات المنقولة على أوتيسات 3، فجميع المباريات كأس أمم أوروبا وكذلك الكوبا أمريكا. فاليوم مباراة الأرجنتين وتشيلي يمكنك متابعتها بهذه الطريقة بالتعليق العربي. فهناك العديد من المشاهدين يتساءلون كيفية متابعة المباراة في التعليق العربي، فهذه هي الطريقة الأسهل والوحيدة الآن لمتابعة هذه المباراة بالتعليق العربي. إذن أصدقائي أتمنى أن أفيدكم في شرح اليوم. لا تنسوا مشاركة الفيديو مع الأصدقاء ليستفيد الجميع والضغط على إعجاب إذا أعجبك الفيديو. شكرا لكم على المتابعة وإلى فيديو آخر إن شاء الله.